وسهلا فيكم. من أمام بيت خيرات سوف اللي هو مش بس مجرد مطعم سياحي واللي أيضا أصبح أحد أهم معالم مدينة جرش. القصة بدأت في بلدة سوف في منطقة البرج تحت رعاية جمعية النور المبين. رح نتعرف عليه سوا أكثر، نتعرف على قصص النجاح. خليكم معنا. مرحبا. هلا فرح، اهلا وسهلا. هلا نورتوا بيت خير. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا فيكم. يا هلا نورتوا. شو هالاجواء الحلوه اليوم؟ تفضلي، حلوه بوجودكم، الله يسعدك يا رب. نقعد هون نتشمس على الشمسات، شمس الشموسه. كيف بدهم؟ احكي لنا عن الجمعيه وعن المطعم، السياح الموجودين، الاجانب الحلوين. يا ستي اهلا وسهلا، انتم موجودين حاليا بقريه سوف، والمكان اللي موجودين فيه احنا هو بيت تراثي تاريخي قديم، تركوا اهل المنطقه اهل البيت واحنا اعادنا احياءه واعاده ترميمه. هي الحكايه بدات بال 2016؟ بال 2016 كان بدعم من مؤسسه الاميره عاليه، طبعا لهم كل الشكر لاثرهم الموجود حاليا ومستمرين احنا فيه بسبب كان وجودنا. البيت استاجرناه من عائله البطارسه، وهم احد العائلات الممتده كانت تعيش بالبيت، وجزء من البيت كانوا معتبرينه يعملوا فيه صلوات. كانت الغرفه هاي عباره عن كنيسه اللي هي غرفه حاليا استقبال وعرض منتجات لسيدات المجتمع المحلي. انا اعذروني بس عشان الشمس، البس نظارات بس انا مركزه معك. مو مشكله. فاحنا اعدنا احياء البيت، وطبعا وفرنا فرص عمل لسيدات المجتمع المحلي ضمن مورد متاح اللي هو مورد تراثي ثقافي، وفتحنا المجال للسياح الاجانب والعرب واستقبلناهم بالبيت، وكنا نحكي لهم عن قصة البيت وقصة قرية سوف. ست سمية، زي ما أنا كنت عم بحكي في مقدمتي أنه بيت خيرات سوف هو مش بس مطعم سياحي، إنما أصبح أحد أهم المعالم في مدينة جرش. تحت الهواء كنت عم تحكي لي قصة كثير حلوة، بدنا نشاركها مع الجمهور. القصة كانت أنا متزوج بسوف صار لي 30 سنة وبالأصل من معان، لكن لما كنت أمر من جنب البيت لما بكون نمشي يعني كان يلفت انتباهي، يعني انا الاشي التراثي القديم لك والاصيل بعشقه. فكنت احزن عليه، فسبحان الله اجى اليوم واللي قدرنا ان نستثمر من خلال الجمعيه ونستفيد من البيت ونفيد اهل المنطقه. احكي لي كيف كان شعورك امبارح في تكريم جلاله سيدنا؟ طبعا شعور لا يوصف، شعور عز وفخر يعني لنا ولفريق العمل عندنا ببيت خيرات سوف، انك توقف بين ايدين قائد الوطن ويكرمك وعلى ثقه تامه بانك انت وصلت لمرحلة النجاح. شو رايك نفوت جوا نشوف المنتجات؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. هلا هاي المنتجات اللي هي اكيد يعني صناعة محلية ومنتجات منزلية. ستي هاي المنتجات صناعة سيدات المنطقة، احنا بندعم بعض المشاريع المنزلية الصغيرة اللي بيشتغلوها السيدات بالبيوت عن طريق تسويق منتجاتهم، يعني تكون يعتبر نافذة تسويقية لهم. برضو بنساعدهم بالتدريبات كيف يعملوا منتج غذائي ذا جودة ومواصفات عالية على اساس يتمكن ان نعرضهم كمكان سياحي، وان شاء الله بالمرحلة القادمة راح ينعرض لهم بعمان، واي حدا بيحب يتواصل مع السيدات من خلال منازلهم او من خلالنا. يعني احنا هدفنا خدمة السيدات ويعتمدوا على نفسهم ويقدروا يأمنوا مصاريفهم العائلية، يعني تحسين وضع السيدات. ست سمية يعطيكي ألف عافية يعني على المشوار اللطيف هيك والجولة السريعة الحلوة بداخل المطعم. بدي أشكرك وبدي أتمنى لكم التوفيق، وإن شاء الله يا رب من مزيد يعني من نجاح لنجاح. إن شاء الله. الله يسعدك، نورتوا نورتوا. شكرا لكم وشكرا لاهتمامكم بالمشاريع الصغيرة. مرحبا، يعطيك العافية. عرفني باسمك. أنا محمد بني مصطفى. قديش عمرك محمد؟ 20 سنة. ما شاء الله. محمد، أنت أحد الشباب المستفيدين من مشروع بيت سوف، كيف يعني دخلت على هذا المشروع ومتى بدأت؟ تمام. أنا أول شيء بلشت في 2019، ما كنت أعرف ولا إشي، فالسيدة أم حازم مسؤولة المكان علمتني على أشياء كثير و قوت شخصيتي وساعدتني كثير ووقفت معي وما قصرت معي، والكل هون والله ما قصر معي.
كان أثر تكريم جلالة سيدنا في نفوسكم بارح؟ طبعاً أكيد بنفتخر وبنعتز بتكريم جلالة الملك عبدالله، وأكيد يعني إن شاء الله نكون نتحسن ظنه، وبالأيام الجاية رح يكون تكريمه إلنا دعم لنا لقدام أي تحدي بواجهنا نكون قده بإذن الله.